يكون بشأن رد الفعل المصري؟ هل وافقوا؟ هل يخططوا لتنفيذ أي من آرائكم فيما يتعلق بتوقيع البروتوكولات في المستقبل؟ هناك دائما خطوة أولى، الأول هو اللقاء والتعرف على الأشخاص، ونحن نعرف الثقافة العربية التي تهتم باللقاءات المباشرة، وأنا أرى اليوم أن هذا ما ينقص في الاتحاد الأوروبي. في أوروبا هناك كثير من الرسائل الإلكترونية لكن ليس هناك تواصل بشري، لذلك أصررت على أن تأتي الشركات من لاتفيا ورجال الأعمال إلى القاهرة لكي يتحدثوا عن منتجاتهم وجها لوجه، ولقد أثرنا الانبهار بالجودة الجودة التي تتمتع بها المنتجات. أتمنى أن تكون الخطوة التالية بعد ذلك أن يتم توقيع بروتوكولات واتفاقات تعاون. هذه هي مهمة السفارة أن تتابع ذلك. حسناً، لقد ذكرت أن عدد محدود للغاية من المصريين يعرفون لاتفيا. في لاتفيا هل هناك عدد قليل كذلك يعرف عن مصر أم الأمر مختلف؟ الأمر مختلف. لماذا؟ بسبب السياحة. السياحة هي بمثابة جسر يربط الدول بعضها ببعض، ولدينا رحلات بالطائرات إلى الغردقة وشرم الشيخ. قبل أن أدخل في موضوع السياحة، هناك بعض الموضوعات التي أود أن أقولها للمشاهدين. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هم 28 دولة، هم أصدقاء لمصر. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غيروا من توصيات السفر لمصر، والسياحة هي دائما لجهتين. هناك اهتمام بتحقيق الاستقرار لأن السياحة تحتاج إلى الاستقرار، وما اكتشفه الصحفيون من لاتفيا في شرم الشيخ والغردقة كان أمرا مدهشا. ووزير السياحة المصري يجب أن يكون وزير السياحة في العالم، لأن السيد زغزوق يقوم بعمل رائع في توصيل رسالة بشأن الأمن والاستقرار في مصر في جميع أنحاء العالم، بشأن تحسن الوضع في مصر لتشجيع السياحة. ويجب أن أقول كذلك أن المحافظين يقومون بعمل رائع بالتحدث عن السيد فودة، مثلا محافظ جنوب سيناء أو محافظ البحر الأحمر. لقد رأيت أنا والصحفيين من لاتفيا الكثير من العمل لتحسين الوضع الأمني، ولهذا فإن الصحفيين اليوم يوصلون رسالة يقولون إذا أردتم أن تستمتعوا بالصيف اللاتفي في مصر ائتوا إلى مصر. ولازلنا نتحدث كذلك عن ما تقوله شركات السياحة في لاتفيا. هي ترى أن في موسم الشتاء ليس هناك بديل أفضل من مصر كمقص سياحي، ليس إسبانيا وليس تركيا، ولكن هذا حقيقي. إذن المصلحة مشتركة بين البلدين. أنت هنا في مصر منذ عام في السفارة في مصر. أنا واثقة من أنك لديك ملاحظات بشأن التطورات السياسية الأخيرة في مصر. كيف ترين الوضع بأكمله؟ أرى الكثير من التطورات والتغييرات. بما أننا بدأنا بالتحدث عن التعاون التجاري، يجب أن نتحدث عن بيئة الاستثمار. أنا أقول دائما أن المستثمر الأجنبي مثل رجل الأعمال المصري يريد شيئين: واحد، استقرار سياسي، اثنان، رؤية وطنية وخطة وطنية محددة للبلاد. وما لاحظته هو أن الإدارة الحالية تقوم بكثير من العمل لتحقيق خارطة الطريق والالتزام بالجدول الزمني. هذا أمر مبهر أنهم يقومون بذلك، وهذه رسالة قوية للمستثمرين الأجانب.
بالحديث عن الخطة الاقتصادية الوطنية، أتمنى أن يكون هناك وحدة وطنية تساند كل ذلك، أن يتحد المجتمع. ورئيس الوزراء الببلاوي وعد أن يتوصل إلى رؤية بشأن الخطة الوطنية الاقتصادية للبلاد. وبالحديث عن الرؤية الوطنية والخطة الوطنية، لقد انبهرت من الوزيرة إسكندر التي تحدثت عن مسألة الطاقة الخضراء، وبدأ الحديث عن الفحم والواردات من الفحم، والسيدة إسكندر مرتزمة بالجزء المتعلق بالاقتصاد الأخضر. فإن الطاقة الشمسية يمكن أن تساعد مصر بشكل كبير وتكون مصدر للطاقة، وهذا يعني أن تتخلصوا من مشكلة استيراد الطاقة واستخدام كذلك الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، لكن الأمر يتطلب استثمارات هائلة. أنت على صواب، بمجرد أن يكون هناك خطة وطنية ووضع وإطار قانوني ووجود إصلاحات هيكلية، فإن المستثمرين الأجانب سيتنافسون للاستثمار في هذا القطاع. مقارنة سريعة، ليست مقارنة حقيقية، ولكن عندما نتحدث عن التحول، لاتفيا على مدار سنوات كانت تحت الاتحاد السوفيتي، وبعد ذلك حصلت على استقلالها وحدث التحول وأصبحت جزء من العالم الغربي. كيف دخل الشعب في هذا النظام؟ أنا عندما أتحدث مع الناس هنا في مصر دائما يقولون الديمقراطية تعتمد على التجربة، وأقول لهم دائما ما الذي تفهموه بشأن التجربة؟ إذا كان الاتحاد الأوروبي بديمقراطيته واقتصاده القائم على السوق وسيادة القانون لديه وحرية التعبير لديه هو تجربة، فهي تجربة ناجحة لأنها تضمن ذلك، وهذا ما ضمنته على مدار 60 عاما في دول الاتحاد الأوروبي الاستقرار والسلام، وجعلت دول كانت تحارب بعضها في الحرب العالمية الثانية تصبح صديقة لبعضها البعض. كان هذا نموذج يحتذى به بدءا من الست دول المؤسسة الاتحاد الأوروبي، وحتى أصبح الآن هناك 28 دولة عضو. كان هذا نجاحا هائلا. بالحديث عن لاتفيا، التحول الذي أراه هنا في مصر يتسم بعدم الصبر، الناس تريد التحسن سريعا. هناك عدة رسائل أود أن أقدمها. أولا، لكي نحقق النجاح في لاتفيا، نحن استرددنا الاستقلال في عام 1991 وانضممنا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، أي الأمر تطلب منا 13 عاما القيام بالتحول إلى اقتصاد السوق ومن الدولة المركزية إلى الديمقراطية. إذن هو طريق طويل. على الرغم من ذلك، فأنا في بعض الأحيان أقول أن هذا الطريق كان مؤلما، ولكنني أقول للناس عليكم أن تقوموا باختيار. الأمر بمثابة شخص مريض، الدولة كانت مريضة، يمكن أن تحصل على علاج مؤلم وصعب، ولكن بعد ذلك تحصل على حياة مديدة طويلة، أو تعيش بهذا المرض وتموت ببطء. هناك دائما خيار علينا أن نقوم به، وأنا أرى هذا الوضع في مصر. مصر لديها عنصرين مهمين. أولا، من المهم أن يتم التواصل بين الإدارة في مصر، لأن الناس بالطبع سوف تساند الحكومة إذا كانت الحكومة تشرح لهم الرؤية، تفسر لهم ما الذي سوف يحدث بعد 3 سنوات أو 5 سنوات. والمصريون ما يفكرون دائما في المستقبل، كل أب وكل أم يريد مستقبل جيد لأبنائه، لذا مسألة التواصل هي المفتاح، وكذلك الوحدة الوطنية والدعم.
وأنا أرى أن إذا توفرت كل هذه الأشياء وإذا كانت الخطة الوطنية متفق عليها وهناك إجماع بشأنها فإن مصر عندئذ سوف تتقدم لأن مصر أمة عظيمة بتاريخ كبير يمكن أن تحدث التغيير في وقت أقل مما تطلبه الأمر في لاتفيا. شكرا لك سفيرة لاتفيا في مصر إيفيتا سولكا. شكرا. طيب إيفيتا شولتسا سفيرة لاتفيا في القاهرة وهذا الحوار الآن نتحول إلى إيران لأنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح وقال أنه إيران ستواصل المفاوضات النووية مع القوى العالمية رغم تصرفات غير ملائمة أدت لوقف المحادثات الفنية في فيينا. هذه التصرفات الغير ملائمة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدثت عن فرض المزيد من العقوبات عن طريق تجميد بعض الأموال في المصارف. على أي حال نتابع هذا التقرير حول تطورات هذا الملف ونعود إليكم مرة أخرى في هذه الحلقة من على الضفاف المتوسط. ابقوا معنا. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد أن إيران تواصل جديا المفاوضات النووية مع القوى الكبرى على الرغم من المبادرة غير المناسبة التي قامت بها الولايات المتحدة بإضافتها شركات وأفراد على لائحتها السوداء ضد إيران. وكان قرار الولايات المتحدة توسيع قائمتها السوداء للمؤسسات والأفراد الذين يشتبه بانتهاكهم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وكانت مباحثات في جنيف بين القوى العالمية وإيران حول برنامجها النووي قد نجحت في الأسبوع المنصرم لإنهاء نزاع طويل وتجنب اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط. القوى العالمية الست اقتربت من الحصول على تنازلات من إيران بشأن حجم أنشطتها النووية مقابل تخفيف بعض العقوبات وذلك خلال مفاوضات جرت في المدينة السويسرية من قبل. ومنذ ذلك الحين قال مسؤولون إنه أخيرا يمكن التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن خطوات لبناء الثقة للبدء في إنهاء 10 سنوات من الشكوك والعداء بين الغرب وإيران. وبينما أكد دبلوماسيون على أن الخلافات لا تزال قائمة ويمكن أن تعرقل التواصل إلى اتفاق خلال المحادثات، من جانبه أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في اتصال هاتفي أن إيران ستدافع بحزم عن حقوقها النووية وسترفض أي تمييز في هذا المجال. وفي محاولة لتجاوز الخلافات قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن كل الاحتمالات ممكنة لإنهاء المحادثات بنجاح بشرط وجود نية حسنة وإرادة سياسية من الجميع لحل المشاكل. كما أكد ظريف على أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين مرهون بمدى استعداد مجموعة الست واحترام